عارفين المثل الشعبي اللي بيقول عيني فيه واقول اخيه؟ اهي دي الجملة اللي بتوصف 90% من الرجالة في المجتمع الشرقي، وعشان ما يزعلوش خليها 80. يقولك ايه ده ايه ده، ما شفتش في شياكتك ولا حلاوتك ولا طموحك ولا جمالك، انتي احلى واحدة في الدنيا. وبعدين بعد شوية كده، ايه ده انتي ليه لابسة ضيق، ايه ده انتي بتحبي شغلك اكتر مني، ايه ده هو انت ليه طول الوقت بتخرجي مع صحابك، هو انت ليه طول الوقت بتتكلمي عن شغلك، طب انت ليه ما رجعتليش قبل ما تتصرفي، طب انت ليه ما كلمتنيش قبل ما تنزلي. تبقي انت بقى في النص كده محتاره، ما انتيش عارفه تعملي ايه، او انت اي واحده فيهم. هل انت الاموره الحلوه الشاطره اللي ما عندوش اي مشكله يعمل اي حاجه عشانها علشان يبقى معاها، ولا انت البنت الوحشه اللي ما بتسمعش الكلام، اللي بتدي شغلها وحياتها وصحابها اكتر منه، بتبقي تايهه كده في النص ومش عارفه تبقي مين او ترضيه ازاي. احنا بنتكلم عن فكره الرجل المزدوج المعايير، اللي هو طول الوقت بيصدر لك شيء في الاول، وبعد كده ياخدك على اخوانه ويفضل يتحكم فيكي يتحكم فيكي لحد ما يلغي كل حاجه كانت عاجباه في الاول. النهارده هنتكلم عن الموضوع ده، وهنقول ازاي الراجل اللي بيدعم الست هو نفس الراجل اللي ممكن يكون بيحطمها. استنونا. كلامنا النهارده عن الراجل المزدوج المعايير، اللي تعبنا كلنا ومش عارف هو عايز ايه، ودايما بيشوف اللي هو محتاجه وبيدور على حقوقه، ما بيرضيش يدي الست اللي معاه حقوقها، ودايما حاسس ان هو عايز كل حاجه وعكسها. وفي نقاشنا مع دكتور طارق الياس هنتكلم عن كل ده، وهنعرف ايه الراجل المزدوج وايه طبعه وايه سلوكه، وليه دايما بيعمل معانا كده، وليه احنا طول الوقت بنبقى تايهين معاه. خليني ارحب بدكتور طارق الياس. اهلا بيك. استشاري في العلم النفس وتعديل السلوك. بالظبط كده. انا بشكر حضرتك جدا على حضورك معانا. وانا دي كده سعيد ان انا موجود معاك. حضرتك منورنا في ضبه مفتاحه. اهلا بيك. عايزين نتكلم يا دكتور عن ليه بنقع في حته كده، يعني شبه مثلث برمودا، اللي هو مبقاش عارفين هو الراجل اللي معايا ده عايز ايه. بيخاف عليا، وفي نفس الوقت كان منبهر بيا في الاول، وكان شايفني حاجه كبيره، وبعدين بقيت كل حاجه في حياتي اللي كانت عاجباه قبل كده مش عاجباه دلوقتي. من وجهه نظرك يا دكتور، احنا ليه عندنا مشكله في الراجل اللي بيبقى في الاول اوبن مايندد جدا ومتفتح وبيدعم المراه وبيحبها وبيحب شغلها ولبسها وبيدعمها، وفجاه بيتحول الى شخص اخر تماما؟ احنا دايما كنا بنقول ان فترة الخطوبة هي المتهم الاول، انه دايما بيبقى فيه بينهم حالة من حالات التجمل، كل واحد بيتجمل بما ليس فيه، سواء هو او هي. صح. وبيحاول كل واحد فيهم يتنازل عن بعض الاشياء اللي شايفها غلط، واللي شايفها ممكن مع الوقت تعمل مشكلة. بس فيما يبدو انه هو حلاوة البدايات بتخلي الواحد ما بياخدش باله من الحتة دي، او بياخد باله وبيصهين وبيقول يمكن لما نتجوز الامور تتحسن. ادي حاجه. في فرق بين مزدوج الشخصيه وازدواجيه الشخصيه، او ازدواجيه المعايير. يعني لو جينا نعرف نقول ايه هو الشخص اللي ينطبق عليه، او الراجل اللي ينطبق عليه انه مزدوج المعايير. طيب، اللي عنده الازدواجيه في المعايير هو متعمدها، هو قاصد، هو يقول لك في البيت انا حاجه وفي الشغل حاجه تانية، البيزنس حاجه ومش عارف، يعني هذه نقره وهذه نقره. طب ده انت راجل بتصلي وبتاع، معلش ده موضوع، ده حاجه لربنا، انما بيني وبين السوق موضوع مختلف. دي اسمها ازدواجيه المعايير. انما الشخص المزدوج هو الشخص اللي يكاد يكون بيعاني من احد مظاهر الانفصام، يعني كانه منفصم شخصيا. ايوه، اللي هو يعني مثلا يبقى بيقول لها انا اكتر حاجه عجبتني فيكي طموحك، وانت شخص طموح جدا، وانت هتبقي احسن واحده في مجالك، وبعدين فجاه انت بتروحي متاخر في الشغل، ده زميلك بيكلمك،
ده هو ليه انت عملتي ده وما عملتيش ده، طب انت بتهتمي بالشغل اكتر مني، انت بتحبي شغلك اكتر مني، انت مين قالك ان انا كنت عايز كده، لا انت تقعدي في البيت. يعني ليه بيحصل السويتش ده مره واحده؟ لانه اللي بيبقى في البدايه هو بيحاول ياخد المساحه اللي تخليها بتوافق على الارتباط دي، فلو هو باين ان هو متشدد من اولها هي هتبعد، هي هتحس ان اللي جاي هيبقى صعب. والحقيقه بقى ان ده احنا بنعتبره حاله من حالات الخداع، ان حد بيخدع حد. ايوه ما بتبقى دي مرحله الصيد. هي دي بقى اللي هو بقى الفخ اللي هو لقد وقعنا في الفخ. فعلشان كده هي دي بقى المشكله، ان هو اللي جواه حاجه واللي هو بيظهره حاجه تانية. الا في حاله واحده، اذا ما ازداد احساس الحب من ناحيته الى زوجته بعد ما اتجوزه، هنا بقى بيشعر بانها بقت قضيه خاصه جدا بالنسبه له، خصوصيتها. يعني ايه بقى؟ يعني ما بقاش بيسمح قوي بان حد تاني يتكلم معاه، انها تخرج، انها بتلبس. ما هو ده اللي كان عاجبه في الاول يا دكتور. عاجبه بس كان عاجبه بدون الارتباط اللي هو وصله الى مرحله التشدد. خدي بالك الراجل بيختلف عن الست في الجزئيه دي، انه طالما عاشت معاه واصبحت مسؤوله منه، هو بيشعر بانها هي ما دامت مسؤوله يبقى لازم تستاذنه في كل مشاعرها قبل تصرفاتها. فلما تكون عايزه تعمل حاجه لازم تقول له. كلمه لازم تقول له دي عاده شرقيه محدش يقدر يناقشها كتير. يعني الرجل الشرقي بطبعه لو اي حد اتدخل من الناس اللي هي بتفهم يعني، ونقول له تشوف كان بيكلم مراته واختلف وانت اشتكيتي، هتبص تلاقيه بيقول لك ايه، ما انت لازم تقولي له، ما انت كان لازم تستاذنيه. ده حتى لو الام بالنسبه لبنتها بتقول لها نفس الجمله دي، مش معناها ان هو في ازدواجيه معايير. طب قبل ما نرجع للحته دي، عشان انا عندي حاجات كتير عايزه اسالك فيها يا دكتور، هنتفرج على مشهد مشهور قوي في السينما المصريه بيتكلم عن الرجل المزدوج، بس ده كان قبل ما يتجوزها. تعالى نتفرج ونرجع تاني. انا كده هبطلها. استاذ احمد، انت عاوزني اتحجب وافرش الشقه بالكامل على حسابي واطبخ وانضف وتاخد مرتبي تبقى المدير المالي، والعربيه مش عاوزها، وعاوزني كمان ان شاء الله اخدم ست الوالده لما تيجي تقعد معانا على طول. انا موافقه، بس عايز اسالك سؤال، لو رديت عليا صح هبقى فعلا موافقه. اسالني يا ماما. كل اللي فات ده انا هعمله هقدمه، بس في المقابل عاوزه اعرف انت هتقدم لي ايه؟ مهر وشبكه طبعا. مش قصدي، قصدي في الحياة، في العيشة المشتركة. هبقى جوزك. يعني ايه هبقى جوزك؟ يعني هبقى جوزك. ايوه يعني ايه؟ عاوز اعرف هتبقى جوزك دي معناها ايه؟ شويش يا ماما، مش كده بنتناقش بهدوء. دي مش مناقشة، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وتخلص الحكاية. انا عاوز اعرف هتبقى جوزي يعني ايه؟ جوزك يعني جوزك. يعني انت معايا تعاشرني. انت راجل اهدى. والله اهدى. يعني عايز تاخد فلوس وتشغلني خدامه وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقولي هتبقى جوزي؟ لو كان الجواز ما فيهوش غير النوم على السراير يبقى من حقي اختار الراجل ينام معايا. يا راجل يا عره. لا 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 لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونه. دكتور بتشوف المشهد ده ازاي؟ يعني هي تحولت من شخص عايز يرتبط ويشارك في كل حاجه، زي سالته سؤال محوري الصراحه، يعني قالت له وانا هشتغل وهصرف وهساعد وهساعد والدتك وكان هقدم لك كل شيء، انت هتقدم لي ايه؟ قال لها هبقى جوزك. ما هو للاسف برضه خدي بالك ان الموقف ده مبالغ فيه، دي دراما وبالتالي ما نقدرش احنا نطبق عليها معايير. لكن بس خدي بالك ان الجمله اللي هو قالها هي الجمله الادق، لانه لما قال لها انا هبقى جوزك يعني انا مسؤول عنك، لكن ايه حجم المسؤوليه بقى؟ ده المفترض ان في جزء متوقع ان هي تبقى مسؤوله منه، بس هو ما كانتش الجمله عايزه تتقال كده، عايز يقول ويسرد هيعمل ايه؟ هيقدم لها ايه؟ هيكتب لها ايه؟ هتبقى ملكيتها ايه بالنسبه له؟ خدي بالك هي دي الحكايه. وخدي بالك كمان ان في علاقات زوجيه بتبقى مبنيه على كده من البدايه. انت هتديني ايه وانا هديك ايه؟ وده ما اعتقدش ان دي علاقه زوجيه اصلا، انما ده تعاقد مؤسسي.
يعني ده كأنهم بيبنوا شركة مع بعض وهيعملوا عقد كل واحد هيدي للتاني ايه. لا، الجواز ما ينطبقش عليه الجزئية دي، هو ينطبق عليه ان يبقى فيه مشاعر وحب بين اتنين. بس خليني اقول لك الحاجة يا دكتور، يعني احنا النهاردة عشان الدنيا اقتصاديا ما بقتش زي زمان، بقى الراجل بيسمح للست انها تشتغل، وبالتالي هي بتساعده في مصاريف البيت، وبالتالي هما الاثنين بقوا بيشتغلوا، هما الاثنين بقوا تعبانين. ليه الراجل بيجي في حتة سواء في الجواز او قبل الجواز؟ يعني ان احنا اكيد عندنا قصص كتير ارتباط، وحتى بتعرف يعني حتى قبل ما يخشوا على الخطوبة بيبتدي يقول لها لا غيري لبسك، غيري شغلك، ما تكلميش صحابك، ما تخرجيش، ما تطلعيش. وهو في الاول كان عاجبه البنت اللي بتحب الحياة الفرفوشة اللي هي محترمة لكن منفتحة للحياة. السويتش اللي بيحصل ده بيحصل عشان الراجل بيبقى عايز يتحكم او يسيطر. بس ليه فجأة بيتحول ان كل الحاجات اللي كانت عاجباه ما تبقاش عاجباه؟ لانه هو زي ما قلتلك هو بينبهر بجمالها في فترة الخطوبة، وهو بيسعى الى انه هو يرتبط بيها، وبالتالي هو بيوافق على كل الاشياء اللي هيناقشها بعد الجواز. لكن بمجرد ما اتجوزها واصبحت موجودة وعلى عصمته، هو يعلم من جواه انه هو اصبح من حقه انه هو اللي يوجه موضوع ده. ده على فكرة دي ثقافة زي ما حكيت لك، وهي ثقافة مش مقبولة. ليه؟ لان انت وعدت وانت وافقت، ليه بتغير الاوضاع دي؟ بتزداد معدلات الغيرة، وده حق على فكرة للرجل انه هو بيغير، والست ما هي بتغير هي كمان. يعني احنا برضو عشان ما نطبقهاش في اتجاه واحد، ما هي صح. كمان ممكن تعترض على انها انت بتشتغل ايه. يعني مثلا انا عندي حكاية ان في واحدة اتجوزت واحد كان هو دكتور، هو طبيب امراض نساء، وبالتالي كانت هي احدى مريضاته. لما اتجوزته بقى بدأت بتاخد بالها من الستات اللي بيروحوا له داخل العيادة، فبدأت تعمل معاه مشكلة وتقول له كان في ست حلوة كانت عندك، انا رحت بصيت، انا رحت شفت. مش هينفع كده. ده معناه ايه؟ ده معناه برضو احساس الخصوصية. مفيش حاجة ليها قاعدة ثابتة في علاقات الناس ببعض. مفيش راجل هيفضل ماشي على خط واحد مع الست اللي بيحبها حتى بعد الجواز. دكتور بس اسمح لي بس اختلف معك في نقطة. النهاردة انه الراجل يغير على الست اللي تخصه ده طبيعي ومشروع، وده جزء من دوره انه يحميها يعني. بس لو احنا رجعنا لحتة ازدواجية المعايير، احنا مش بنتكلم بس عن الغيرة يا دكتور، احنا بنتكلم على فكرة انا ما بقلش ان مراتي تشتغل وتصرف، وبعدين تبتدي تشتغل وتصرف فبتدي اقول لها طب عايز منك مبلغ الفلاني سلف، وبعدين في نفس الوقت يعترض على طريقة شغلها، وبعدين في نفس الوقت يقول لها معيش فتضطر تنزل تشتغل. هنا ده في بيسموه يعني منطقة كده جري، منطقة كده رمادي. الست دايما بتبقى محتاره، هي مش عارفه يعني ولا كده عاجب ولا كده عاجب. هل احنا كمجتمع شرقي، هل الراجل الشرقي المصري معظمه عنده ازدواجيه في المعايير؟ لا، هو ده بيبقى فيه خلل بقى في العلاقه. هنا دي مش ازدواجيه معايير. ليه؟ لان هو من جواه هو يتمنى، عشان بس بيعرف ان كل الرجاله بتفكر زي بعض، ان هو اللي يبقى مكفيها ومكفي البيت ومش عايزها تشتغل. هو يتمنى على فكرة. وانا اعرف كتير قوي من اصدقائي من التجار ورجال الاعمال، اول حاجة عملوها ايام الخطوبة، انت يا بنت الناس مش هتشتغل، انا مش محتاج لا 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 مرتبك ولا تعبك. طب ده انا عايز اثبت ذاتي. طب جربي كده، ولو حسيت انك هتقدري تشتغلي محدش هيخصبك. بص بقى، لما بتبقى الحاجة اختيارية بتبقى حلوة. لكن هو ما يحدث الخلل بيجي منين؟ هو في الاول يتمنى ان هي ما تشتغلش، يعني الشغل اللي يبقى فيه مشكله وجع دماغ. لكن هو في نفس الوقت بيتزنق بسبب الوضع الاقتصادي زي حضرتك ما قلتي، وبالتالي هيبتدي يقول لها هتساهمي معايا ازاي؟ هتدفعي ايه؟ فيبتدي يوافق. لكن بيوافق ويبقى فيه مشكلات على فكره بعد اذنك، ويبقى بيتلككوا لبعض الحاجات وبيتخانقوا على حاجات هو من جواه مش قابل انها تنزل وتروح وتيجي، في نفس الوقت مش قادر يستغنى عن مرتبها.
ده انا بعتبه خلل كبير في العلاقه كان لابد من علاجه من البدايه، انه يشتغل شغل اضافي، انه يتاكد انه يقدر يصرف، لكن مش بعد الجواز يبتدي يوم لشروطه. طيب ولو قلنا انه الراجل الشرقي ده راجل بيحافظ على الست، ولكن ممكن يكون بيحطمها في حته يا دكتور، يعني لو انا بشتغل وست ناجحه في مجالي ايا كان مجالي هو ايه، حتى لو انا بشتغل شغلانه بسيطه، لما بحس ان نجاحي بيضايقه انا كست ببقى في صراع، انا عايزه انجح بس مش عايزه اضايقه ومش عايزه احس طول الوقت ان انا تحت ضغط. الحقيقه اتكلمتي في موضوع مهم، انه في كتير جدا من الرجال عندهم الحته دي وبيغيروا كمان من النجاح بتاع الست، وخصوصا لو هو مرتبط بيها وهي اوريدي يعني ست ناجحه او ست عندها طموح على الاقل. التجربه علمتني انه الست لما بيكون عندها طموح وبتنجح في شغلها بتبقى علاقتها الزوجيه مش ناجحه، لانه بيبقى هي كمان بتاثر غصب عنها في بعض الاشياء، وده مش بمزاجها على حسب شغلها. تخيليها انها بتشتغل، هي طبيبة، هي مهندسة، هي عندها مشروعات بتتابعها، هي بتترقى في شغلها، هي سكرتيرة في شركة، وبالتالي ما بتقدرش تمشي قبل ما المدير بتاعها يمشي، الأشياء اللي من هذا النوع. فتبص تلاقيها غصب عنها بقى، وخدي بالك النقطة دي صدقيني مهمة، لو اقتصاديا هي أصبحت مش حاسة بأهمية إن يبقى في زوج ينفق، انها مش محتاجه للمصروف اللي هو بيديه لها، هتبتدي من جواها بترفض اشياء بشكل منطقي. يعني ايه؟ يعني انا مش لازم اطبخ كل يوم، انا زيك بشتغل، انا زيك بتعب. هنا بقى البيت بينقسم، بيبقى هو مع نفسه بيخلص شغله ممكن يروح يقعد مع اصحابه على قهوه، ومش مش حاطط جواه فكره انها عايزاني ارجع البيت. احساسه انهم بقوا متساويين بيعمل عند، فيبتدي بقى ايه يطلب احتياجات الرجل في توقيت غير مناسب. لا انا عايزك تحطي لي مش عارف ايه البروجرام عشان عايز اغسل قمصان، في حاجات مش عارف ايه، عندي حاجه في زرار وقع عايز اركبه، حاجات كده يتلكك لها علشان يبان انها لسه مهتميه. لو هي بقى ردت عليه وقالت له اصل انا جايه تعبانه مش هقدر، البيت بيولع، لانه بيشعر طب انا متجوز ليه؟ طب انا مش عارف ايه؟ يعني هو فجاه اكتشف ان هو متجوز ليه بعد كام سنه، علشان هو عايز على طول صوره الزوجه التقليديه، وصوره الزوجه التقليديه اهلا وسهلا بيها لانها مهمه، لانها بتدي احساس للرجل انها مراته وانها مسؤوله كمان انها بتوفي له احتياجاته. الرجل ايوه بس هو يا دكتور، بس هو يا دكتور النهارده يعني بالذات في الاجيال بتاعتنا احنا مش يعني مش شبه ابائنا وامهاتنا قوي، لانه ما فيقاش فيه رفاهيه انه الست تبقى طول الوقت قاعده في البيت وزوجها بيلبي لها احتياجاتها، فالست بقت بتشتغل، بقى في وعي، بقى في حاجه اسمها ان الست لازم يبقى عندها اهداف في الحياه، وبالتالي احنا ما بقناش شبه بابا وماما. فانت مرتبط بواحده مش شبه ماما، فمن الظلم ان انت تبقى عايزها تبقى شبه ماما تاني. انا موافق جدا، ولكن مش هنقدر نقنع اي رجل بالمنطق ده اطلاقا لاسباب، انه من الحاجات اللي بتخلي الرجل يتزوج اصلا هي الصوره اللي الام بتسيبها عند ابنها. وعايز اقول لك ان ده جزء مهم جدا من حاله الارتباط بست، انه الست دي كانت مهتميه بابوه، الست دي كانت مهتميه بيه لغايه ما كبر، وكان بيطلب، ما انت عارفه بقى الولاد بيطلبوا من امهاتهم ازاي، ده بالامر كده اعملي لي كذا. هو جاي شبعان الجزئيه دي، عشان كده خدي بالك ان الراجل اللي بيطلع من بيت الام ما كانتش موجوده فيه من فتره بعيده، سواء انفصلت عن ابوه او انها توفت، هتبص تلاقيه الطريقه اللي بيتعامل بيها مع الزوجه مختلفه. ما بيتعاملش على انها تبقى مسؤوله عنه، على انها بتلبي له احتياجاته في طول الوقت، لا ده هو بيساهم معاها، لان اكتشف ان الاب لعب دور الاب والام مع بعض. فكان ابوه كانه هو وامه، يعني هو بيطبخ لهم،
هو بيساعدهم. صح. بصي، هتظل ثقافة البيئة اللي طالع منها الولد ده اللي بقى رجل هي دي اللي بتفرض سلوكه. وكمان تعالي على الست بقى، إذا كانت الأم كانت بتعلمها من زمان تدخل المطبخ، كانت بتوقفها معاها، كانت بتعمل مجهود علشان البيت يمشي، البنت تطلع متأثرة بنفس الفكرة. لا يوجد أبدا فاصل بين البيئة اللي خرجت منها هي أو هو وبين اللي هيعملوه في حتة ازدواجية المعايير. طب يا دكتور، لو أنا النهاردة مرتبطة بشخص ومفروض أن هو بيحبيني، وأنا النهاردة كأي بنت عايزة أكمل معاه بقية حياتي، بس هو كان في حاجات عجباه ما بقتش عجباه، وحاجات بيبقى أوكي فيها وحاجات ما بيبقاش أوكي فيها، أتصرف إزاي؟ يعني هل الشخص المزدوج المعايير ده بسبب نشأته هل هو عايز يرجع يكرر زي ما حضرتك قلت سيناريو ماما حتى في البنت اللي هي من جيل مختلف ومن ثقافة مختلفة تماما ويطبقه تاني؟ هو مش هيطبقه حرفيا الحقيقة، لكن هو هياخد أهم جزئية فيه، إنه الست تكون على الأقل بتحترم رجولته، بتحترم وجوده في البيت. يعني ما تعملش حاجة من نفسها، يعني مثلا ما توعدش واحدة صاحبتها في التليفون، طب أنا هقابلكم بكرة الصبح مش عارف الساعة كام، طب مش تقولي لي قبل ما تاخدي ميعاد، طب ما أنت عارف إن أنا بكرة أجازة ما عنديش حاجة، يعني تراعي حتة إنها تبقى ده ذكاء الست، إنها دايما هي تراعي إن في راجل موجود. هو لما بيشعر إنها بتحترم رجولته هو هيحترم أنوثتها. يا دكتور، يعني أنا النهاردة لو أنا عندي حد كان بيحبني وبدأت ده يسيطر عليا جدا، أقبل بالسيطرة دي؟ لا طبعا، هو ما حدش قال كده. هي السيطرة حاجة، وحتة إن إحنا الاتنين بنحترم بعض حاجة تانية. السيطرة ده نوع من التحكم، والتحكم ده معناه إن هو عايز يلغي عقلك، يلغي شخصيتك، وهو يحل محل الشخصية بتاعتك وتعملي اللي هو عايزه مش اللي انت تعمليه. لا، ده انا بعتبره نوع من انواع عدم التفاهم، عدم التكامل. هنا لازم نقعد ولازم نتفاهم ونتناقش، وفي على فكره علاقات ما بتستمرش بسبب موضوع السيطره. لكن انا الحقيقه مش بتكلم في دي، انا بتكلم في كل واحد فينا يحترم التاني، يحترم مشاعر التاني، ويحترم بس يعمل حسابه ويحترم اختلاف التاني. يعني ما فيهاش مشكله. يعني انت عارفه، انا ليا واحد من اصحابي مثلا لما يتأخر شوية في الشغل، ما هو بيكلم مراته بعد ما بتوصل البيت، حتى هي بتشتغل، يقول أنا هتأخر ساعة بس عشان أنا عندي اجتماع. ده مش إذن هو بياخده منها، لا لا، ده بيراعي لكن هو بيحترمها. صح. علشان كمان ما تقولوش طب ما قلتليش ليه إنك أنت هتتأخر. بصي بقى، هو بأمانة هذه القيم لم تعد موجودة الآن. وإذا كنت عايزة تتكلمي عن الجيل الحالي، هو ما بيحترمش أول مشاعر دي زي زمان. ليه؟ لأن ما بقتش الحكاية مهمة. لكن تعالي على السوشيال ميديا كمان وتشوف الحكايات اللي بتنزل عليها. ما هو ده معناه ايه؟ ان حتى ما بقاش فيه خصوصية الحكاية، وبقينا بنحكي اي موضوع احنا عايزينه. هل يا دكتور الرجل الشرقي عنده ارتباط شرطي ما بين احساسه بالرجولة وقدرته على السيطرة؟ ليه بقى يا دكتور بقى؟ لان ده يعتبر جين موجود عند الرجل من اول ربنا ما بيخلقه. لما بتيجي الام تقول له ايه، انت ولد ما بنخافش عليك، لكن اختك لا، دي بنت لازم تاخد بالك منها، حتى لو هو اصغر حجما واصغر سنا. تخيلي لو هي البنت. صح. هي الكبيره واطول منه، ومع ذلك يقول لها ايه، البنطلون ضيق، البلوزه مش عارف ايه، ما تتكلميش مع فلانه. هو خد على انه ايه، هو كده بيخاف عليك، هو كده بيحافظ عليك، هو فاكر كده. فده احنا علمناه مبكرا السيطرة، لكن ما فهمناهوش يعني ايه تخاف على حد، يعني ايه تحتوي حد. نحن لا نحتوي الاخر، نحن بنقود الاخر. دكتور طارق الياس، انا بشكر حضرتك جدا في وجودك معانا في برنامج دبه مفتاح. حضرتك كنت مشرفنا. دكتور طارق الياس، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك. بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله هنتكلم اكتر في الحلقات الجاية. اشكرك جدا. شكرا. بشكركم ان انتوا كنتوا معانا ولسه مكملين في دبة مفتاح، وهنتكلم عن ازدواجية المعايير اكتر. خليكم معانا.